صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا، مرحبا بكل جاليتنا خارج حدود ارض الوطن، مرحبا بكم معنا وبرنامجكم اهلا تونس. كالعاده ساعتين من البث المباشر، مجموعه من الفقرات اللي عندها علاقه بجاليتنا وطبعا مواكبه للاحداث الثقافيه اللي تعيشها بلادنا. اليوم باش نحكيو في اكثر من موضوع، باش نحكيو على المهرجان الفرنكوفوني، المهرجان هذا اللي ينطلق 8 مارس ويتواصل يوم 9 و10 من نفس الشهر. باش نحكيو فيه بالأخص يهتم بالمرأة التونسية والتحديات المرأة كذلك نحو النجاح والتحدي، وباش يكونوا حاضرين فيه العديد من البلدان بطبيعة البلدان الفرنكوفونية، وبعد باش نشوفوا روبورتاج حول الندوة الصحفية للمهرجان هذا. كذلك باش نحكيو من خلال ربط مباشر مع وديع بالرحومة، زميلي وديع باش يكون موجود في المباشر في شارع حبيب بورقيبة، وباش نحكيو على اليوم الترويجي للمهرجان القصور الصحراوية، القصور الصحراوية بتطاوين من 21 إلى 24 مارس، وأكيد أهمية هذا المهرجان في الترويج للسياحة التونسية، وأكثر تفاصيل بعد مع وديع. كذلك باش نحكيو على مهرجان آخر بالمغرب بالمرة هذه بطنجة، باش نحكيو على مهرجان ثقافات مغاربية، أكثر تفاصيل مع ضيوفنا من بعد. هذه تقريبا فكرة على حصتنا اليوم، مانيش بنساو كالعادة فقراتنا القارة، صناعة تقليدية مع مدام رجال العيادي، كذلك عادل جعفورة كالعادة في الموعد وباش يقدم لكم مجموعة من النصائح اللي تهم التصميم الداخلي والديكور. كالعادة فما رقم هاتف على ذمتكم للمشاركة معنا، 00216 71 143 484، رقم الهاتف يمكن الاتصال بنا والمشاركة في مختلف فقراتنا. عندكم صفحتنا على الفيسبوك أهلا تونس، نجموا تعطيونا اقتراحاتكم وبطبيعة أفكار حول الضيوف اللي ينجموا يكونوا حاضرين معنا في الميسيون. نبدأ مع الندوة الصحفية حول مهرجان الفرنكوفونية وننطلق في استقبال ضيوفنا. هذه الدورة الأولى لمهرجان فرنكوفونية سوسة من 8 إلى 10 مارس. عندنا دورات تاع نقاش في النهار، وعندنا سهرات موسيقية في المساء بالمسرح البلدي. السهرة الأولى باش تكون مع لوبيرا دونيس والأوركستر سيمفونيك فرانكو تونيزيان دو سمير فرجاني مع وفاء غربال ولو تريو بسام رمضاني. اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، وحبينا يكون تكريم للمرأة في تحدياتها وفي نجاحاتها، لأنه كل نجاح بالنسبة للمرأة هو تحدي، وحبينا تكون المرأة في الفضاء الفرنكوفوني في التبادل في التلاقح في الانفتاح للآخر من وإلى، مش الإنسان مسكر على روحه باش يقدم، ما ينجمش يقدم كيك. بالنسبة للغات، نعاود ونكرر، والفكرة متاع المهرجان هو ذلك، لا تناقض بين أنه تكون فهم لغة عربية ولغة فرنسوية، لأنه مثلا وفاء غربال باش تغني أغاني معروفين برشا بالفرنسوية مش تغنيهم بالعربية، ومش تغني أغاني منهم تحت ياسمينة في الليل من العربية مش تغنيهم بالفرنسوية، يعني بالعكس، هو اللغات تتلاقح وتتقدم مع بعضها. هو للعموم للناس الكل، اما الجون اكثر على خاطر معناها سي ان ايفينمون انريشيسون للثقافه نتاعهم، باش يعرفوا معناها اش معناها فرانكوفوني، شنو تنجم تزيد البلاد، بلادنا معناها تونس. ونحب نزيد اللي الكوميتي دورغانيزاسيون هما دي جون. بالمنظور الثقافي اللغات هي تتكامل، يعني احنا بطبيعه المهرجان هو اسمه فرانكوفوني سوسة، ولكن ماهوش مهرجان على الجانب اللغوي، هو مهرجان اساسا ثقافي، لانه فيه عده اطراف، عده دول مشاركه، واللي يجمعنا ما بين هالدول هذه، الجامع ما بين الدول هذه هو اللغه الفرنسيه، ولكن اللي باش نركزوا عليه هو التنوع الثقافي ما بين هالدول هذه، بين الجانب الاحتفالي الثقافي الغنائي والجانب العلمي.
وين نلقاو المهرجان؟ ايوا هو المهرجان هذا فيه بطبيعه يعني جانب علمي اكاديمي. علاش؟ لانه احنا الاعضاء المنظمين كنا نقريو في الجامعه، اساتذه جامعيين، يعني هي جمعيه بطبيعه التونسيين اصدقاء الفرنكوفونيه منظمه للمهرجان، واعضاء الجمعيه كلهم اساتذه جامعيين. يعني المهرجان باش يكون عنده فقرات اكاديميه نهار 8 نهار 9 مارس، وكذلك وفقرات يعني غنائيه موسيقيه في السهرات يوم 8 يوم 9 ويوم 10 مارس. باش تلقى معناتها دي ستوديون دي معناتها عبيد اكبر منا في العمر، تزيدك معناتها اكسبيريونس، تزيدك معناتها برشا حاجات معناتها لون تيرم. و سينو احنا معناتها داخلين بالاورغانيزاسيون. اني كجون معناها ينجم يضيف لي انه اول حاجه نتعرف على عباد جدد من العالم الكل، معناها ديجا كيما قلت فرانكوفوني معناها فيها فرنسا، واللي هي حاجه تعاون تنجم تعاونك كجون اتوديون، معناها ينجم يمشي للبرا يقرا وكل، ينجم ياخذ علاقات وكل. دونك اون طون كو مونبر جي سي باش نتعلموا لا ريسبونسابيلتي لورغانيزاسيون التنظيم فوالا. في الايفينمون لا جون شامبر باش تلي بتو سكي لاكومبانيمون تاع لي زارتيست، لاكومبانيمون دي زانفيتي، لاكومبانيمون تاع لي جون توينس والا لي زيترونجي اللي باش يجيو بحذانا، هذوما باش تلي بهم تو سكي تو تلي بهم لا جون شامبر. لي بانال اللي باش يصيروا الصباح، لي بانال ولي زاكتيفيتي اللي باش يصيروا توت لون دو لا جورني، هذوكم زاده باش يكونوا تحت اشراف لورغانيزاسيون دي مامبر دو لا جون شامبر سوسا. وفي الليل في لي سواري شاك سواري باش يكونوا فما اون ايكيب دو لا جون شامبر دو سوس اللي هي باش تلي بتو سكي l'organisation, les placeurs, l'organisation de la salle, l'organisation par les médias, l'organisation l'organisation en général logistique. Toi, mais ils ont comme tu as vu les mahrajan هذا. خاطركم انتم المستقبل بالنسبه للمهرجان هذا، خاصه انه هو في دورته الاولى. فوالا هو هذه لا بروميير اديسيون نتاع المهرجان هذا، ان شاء الله باش تكون فما لي اديسيون نتاع العوام القادمين الكل، باش نكونوا موجودين اون طونك جون شامبر سوسه مع البانوبلي نتاع لي انترفونون اللي حاضرين في لي بارتناريا نتاع ليفينمون هذا. ان شاء الله جون شامبر سوسه تكون قد المسؤوليه، وان شاء الله تكون حاضره في لي اديسيون الكل. هذه تلاقى حضارات وإيشانج باش يصير ما بيناتنا، وثانيا تزيدني في الأورغانيزاسيون خاطر جون شامبر هي مدرسة كبيرة متاع تعليم، تعلمنا كيفاش ننظموا ليفينمونات الكبار، كيفاش نجاريوهم، كيفاش نتعاملوا مع العباد، إكسبيريونس كبيرة، ومتنجم كانت تزيدني حاجات باهية في حياتي. احنا اون طونك معناها جي سي سوسا مستنسين معناها باللي زورغانيزاسيون بالتنظيم معناها كيما التظاهرات اللي كيما هكا، دونك عنا اكسبيريونس وباش تزيدنا الحكايه هذيا معناها باش نعرفوا عباد جدد باش يجيو دي زامباسادور معناها من برا باش نعملوا علاقات اخرين معناها نتصور باش تعاوننا على الاخر معناها الحكايه هذيا. باش نحضروا في الحفلات وفي النوادي معناتها اللي معمولين في الصباح، فما دي باب باش يصيروا بيسكو نهار 8 اليوم العالمي نتاع المرأة، دونك اخترنا تيم لافام باش نحكيو عليه وحاجة تعرفونا على الأخر. هنا الشيء اللي يهمنا في الموضوع ليس اللغة الفرنسية بقدر ما يهمنا التنوع الثقافي اللي حوار حضاري. بالضبط، تونس هي معناتها بلد ساهم في جوستومون حوار هذه الدول اللي اجتمعت مع بعضها وكونت منظمة اسمها المنظمة الدولية الفرنكوفونية. احنا استدعينا كل السفراء الفرنكوفونيين المتواجدين بتونس، فما شكون مش يلبي الدعوة هو في شخصه، وعندنا تقريبا 6 أو 7 سفراء باش يكون هو موجودين، وعندنا اللي مش يبعثوا شكون اللي يمثلهم. مرحبا من جديد بكل مشاهدينا، مواصلين استقبال ضيوفنا بحضية سي محمود فريح فنان وهو كذلك مدير المهرجان الموسيقي الموسيقى الأندلسية. مرحبا بك. وبيك عايشك. مرحبا سي محمود. احنا باش نحكيو اليوم على حاجتين، باش نحكيو اكيد على عليك انت وعلى تجربتك، لكن ايضا باش نحكيو على مهرجان ثقافات مغاربية. المهرجان هذا اللي كان يوم 24-25 فيفري بطنجة بالمغرب، لو كان هو قلت لي الدورة الأولى هذه نتاع المهرجان. هذه الدورة التأسيسية بالنسبة للدورة نتاع طنجة، ولكن هما ينسجوا على غرار كافة البلدان اللي في المغرب اللي موجودة، وكنا شاركنا فيها زادة كما أندلسيات البيضاء يعني دورته 12، كما مهرجان فاس للموسيقى العالمية،
فطنجة عملوا ثقافات مغاربية في طنجة. بالنسبة لطنجة ثقافات مغاربية هذه حاولوا باش يلموا يعني البلدان المغاربية الكل من موريتانيا من ليبيا والجزائر، وكانت موجودة 7 فرق من المغرب، وكذلك يعني ما اقتصروش على الموسيقى الأندلسية فقط، فحاولوا حتى اللباس التقليدي يدخلوه. ومن الجملة يعني شاركت يعني من تونس المشاركة التونسية كانت مع الستيليست ألفا فرادي اللي كانت موجودة بأزياء التقليدية التونسية، فكان ديما فما عرض متاع البلد المشارك، وكانت اللبسة التقليدية تكون زادة مرافقة ليه. يعني الصبغة متاع المهرجان هذا هو التشجيع والتعريف بالموسيقى الأندلسية في البلدان المغرب العربي، بالضبط هذه الغاية الأولى، الغاية الأولى والتعرف هو يمكن حتى احنا نزيد ونتعرفوا على ثقافات بعضنا أكثر. بالضبط، هو حبوا يلمدوا يعني البلدان متاع المغرب العربي، لأنه فما برشا العديد من الأشياء اللي تجمعنا في عاداتنا في تقاليدنا، كذلك في الأنماط الموسيقية وفي يعني الموروث الموسيقي المشترك الأندلسي اللي بيناتنا واللي يجمع بيناتنا. فكانت الحقيقة الغاية حتى منها تقريب الموسيقات ببعث جوق مغاربي اللي كان يوم الاختتام بعد بطبيعة بعد برايف وكل شيء، كان الاختتام بالجوق المغاربي، كانت الدول هذه الكل مشاركة يعني على الركح وغنينا حوايج مشتركه. يعني هذا هو التقارب يعني بين المغاربه. وتوا انت كنت حاضرك هاو من تونس كفنان، نعم. معناتها ما كانش فما ناس اخرين، معناتها كما ممثل على المدير المعهد ولا كيفاش معناتها المشاركه نتاعك؟ كيفاش تم المشاركه نتاعي كفنان تونسي؟ لاني اغلبيه المهرجانات الاندلسيه في المغرب اختصاصك معناتها، نعم. الموسيقى الاندلسيه في المغرب او في الجزائر يعني يعني جلها شاركت فيها، جلها شاركت فيها، ويعني عندي مده نشارك فيها، دونك غاديك معناها بالنسبه ليهم يعرفوني بالكدا، ويعني ديما نقدم عروض معناها على امتداد السنه، يعني مش في مناسبات يعني مره في العام ولا لا، على طول العام احنا نسافروا للجزائر والمغرب ونشاركوا في المهرجانات هذه الدوليه اللي تعنى خصيصا بالموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة. وفما تبادل معناتها، هما كذلك يجيونا يشاركوا في المهرجانات نتاعنا، هما في المهرجانات نتاعنا يكونوا موجودين ونحاولوا ديما نوعوا، يعني صار حتى فما حتى معناها عمل مشترك يصير ما بيناتنا، حتى على يعني مثلا نقول لك اللي في الجزائر جمعية دار الغرناطية، هذه جمعية معناها عتيدة وعريقة في الجزائر، قمت بتلقين نعورة الطبوع للقسم العالي لدار الغرناطية، كيف كيف دار الآلة في المغرب في الدار البيضاء لقنت وصلات من الملوف التونسي اللي هما ينجموا يخدموه معنا كيف يجيوا لتونس أو في مناسباتهم هما غاديكا. يعني ما نقتصروش على نقدموا احنا الغناء برك، بل نحاولوا نحفظوه ونحاولوا نروجوه لبرا، والموسيقيين تعرف اللي هذا يضيف لهم، يعني ماذا به كل واحد يتعرف ويحفظ حاجات متاع غيره اللي تزيدوا في الريبيربتوار متاعه. يمكن انا خليني نبدا من تونس، كيفاش نحكي على الموسيقى الاندلسيه لاقي حظها في تونس بالنسبه نحكيه على الجمهور بصفه عامه، وين الان بقات دائما تتسمى موسيقى النخبه موسيقى المناسباتيه، ولا كيفاش الان تغيرتش الصوره شويه معناها من خلال مواكبتك انت؟ كان الصورة تغيرت لأنه كثرة المعاهد الموسيقية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية والأعمال تزيد، واللي العدد متاع التلاميذ أعمال يكثر الحقيقة في التكوين الأكاديمي هذا اللي يقرأ كونسرفاتوار، يعني أول ما يبدأوا له بالأمثلة متاع الملوف التونسي، هذا يخليه يتعرف أكثر على الملوف التونسي، وإذا كان الإنسان تعرف منذ الصغر على الأنماط هذه باش يولي حبذها وباش يولي في المشاركات كيف يسمع ويعرف قيمتها، يعرف قيمتها، ما يبداش نظرته ليها نظره سطحيه يعتبرها حاجه كلاسيك ولا قديمه. بالضبط، هذه الغايه، كما باش نحافظوا على لباسنا التقليدي ونحافظوا على الجبه والشاشيه كيف نحافظوا على النوبه وعلى الملوف التونسي، لانه بالطبيعه هذا يمثل ديما الهويه نتاعنا وتراثنا ويلزمنا نحافظوا عليه. باهي سي محمود، شنو رايك تسمعنا حاجه؟ ها؟ مادام العود معاك خلينا نسمعوا. كتمت المحبة السنين
رأيت ما نفعني كتيتام. ومن شيمة العاشقين ألا يدعوا بالغرام، وكنت حلفت اليمين أني لا أخون الذمام. زودني الهناء والسرور كي تعلم جميع الورى، جرت بعد وصلك أمور، لا تسأل على ما جرى. كيف نخفي أمور الهوى والنار تتقد واللهيب؟ وقلبي نحس كوى وحار في دوايا الطبيب. واليوم بحال نوى مسيكن ولوني عجيب، وجسمي يحاكي الخمول. رقيق النحيل أصفر، جرت بعد وصلك أمور، لا تسأل على ما جرى. جرت بعد وصلك أمور، لا تسأل على ما جرى. صحة سي محمود، يعطيك صحة. تو قلت لك أنا تقعد الموسيقى بالأخص نحبوا نسمعها في رمضان، هذايا معناتها الأندلسية، أما هو في الحقيقة نظلموها كي نربطوها تكون مناسباتية، خاطر الموسيقى الأندلسية من المفروض كونها تدخل في حياتنا، معناتها ما نقعدوش عندها مناسبات معينة وكهو. صحيح، وجو معين هكا. ويلزم نحاولوا ديما نلقاو ديما الطريقة اللي نوصلوا بها للمتلقي اللي تشاركوا معنا. مثلا احنا قلنا بعدة تجارب، من بينها يعني الملوف التونسي اللي باش نغنيوه يكون مرقون الكلمات على اوراق وتتفرق على الجمهور، باش الجمهور يمكن له باش يتبع، وكيك يولي انتريسي اكثر ويتبع معنا بالكلمه بالكلمه، ويولي يسمع وحتى كي يقرا الشعر يولي يحبها ويتبع معاك. ما نعرفش علاش نحس كونه مهمه صعيبه يا سي محمود، بالاخص تو في الموجه تو الحاليه نتاع الاغاني هذه والجو الجديد وكل حاجه وحاجتها هي اكيد، اما نحس كونه لازم يفور كبير باش تدخل باش نرجع نسمعوا. فما قاعده مربوطه بجيل معين يسمع الموسيقى الاندلسيه، لكن لي جون توا ما نعرفش. انت تقول لي كيفاش رايك؟ كيما حكيت لك، يعني هو الحقيقه الحمد لله اللي في تونس كل نمط موسيقي عنده جمهور نتاعه، والحقيقه فما موجه كبيره من يعني الجمهور اللي رجعت للموسيقى الاندلسيه، خصوصا بخلاف المعاهد الموسيقيه. نسيت زاد باش نزيد نعطيك حاجه اخرى اللي هي مهمه ياسر ولات عندنا، اللي هو نوادي الغناء الكلوب دو شون اللي ولات منتشره يعني بصفه غريبه. نوادي الغناء هذه معناها سواء للنساء ولا للرجال اللي هما مغرومين واللي هما هوات ما همش محترفين، هذم في النوادي نتاع الغناء قاعدين يعملوا في المالوف وقاعدين يرجعوا للمالوف. دونك اذا كان المراه في نادي في كلوب دو شون تحفظ المالوف اوتوماتيكمون حتى في الدار نتاعها باش تعدي حتى للاطفال نتاعها، حتى في الكوجينه كيفاش تغني باش تاثر ولدها ولا بنتها. دونك ديما عندنا الامل موجود كون الموسيقى هذه مازالت موجوده. في اطار المعهد شنو قاعدين تعملوا في بالنسبه للمعهد الجهوي الموسيقى والرقص بالمستير؟ يعني موجودين نوادي الاختصاص، ابار التعليم الاكاديمي فما نوادي اختصاص اللي تعنى بالغناء
والغناء العربي، واللي تعنى زاد كذلك بالموسيقى الأندلسية اللي هو الملوف، احنا نقوله في تونس نقوله ملوف. فديما كما حكيت لك يعني أبارتير من 6 سنوات هما يقبلوا يعني على المعهد، من 6 سنوات يبدأوا ياخذوا في الأمثلة، من ست سنوات حتى 16 عام ياخذوا الأمثلة هذه، فبالتالي ما نخافوش على المستقبل متاع الملوف متاعنا في تونس، إن شاء الله يقعد ديما موجود. وبطبيعة كل وقت ووقته، ولو أنه توا الحوايج الثقال ما عادش تمشي برشا، النوبة ما عادش قاعدين يسمعوا فيها من أولها لآخرها، قاعدين الأغلبية يبدأوا من البرول ودخول براول وخفيف ودرج وخفيف وختم، ولكن باقي تتسمى ملوف ونحافظوا عليه، مش لازم حتى يحفظوا من الأبيات ويحفظوا معناها من يحاولوا بطريقة ذكية، يعني بطريقة ذكية وبطريقة حتى يعني ناخذوا وصلات من كل نوبة. بالنسبة للمهرجان ثقافات في طنجة، المهرجان هذا باش رجعت منه يعني فما باش يكون فما تواصل للمهرجان هذا في تونس، الدورة الجاية كيفاش باش يكون معناتها؟ بالنسبة للمهرجان بطبيعة هو في كل مهرجان يعني يتم تواصل، لأنه كما تعرف حتى معناها الاحتكاك بالفرق الأخرى والفرق يعني الأجنبية واللي كونتاكت يصير ديما غاديكا، فالمهرجانات ديما هو مهرجان تشارك فيه تلقى روحك باش تشارك في زوز مهرجانات اخرين، لانه بعد العرض باش يعني يتم يعني دعوتك بدعوه رسميه يعني في مهرجانات اخرى في الجزائر او في موريتانيا او في المغرب. بالنسبه للبرنامج اللي يحبوا يعملوه يعني ابتداء من مهرجان طنجه هو بعث الجوق المغاربي، احنا كانت عندنا تجربه كبيره في الجوق المغاربي. الجوق المغاربي تأسس عام 2012، والتأسيس متاعه بدأ من تونس من الدورة لهنا، جات الفكرة هذه زادة ودعمت بفرق وعازفين يعني من المغرب، وكان شارك معنا يعني أسماء عديدة، مروان حاجي من المغرب، عبير العابد، محمد شريف سعودي من الجزائر، نوال إيلول من الجزائر، يعني عدة أسماء كانت موجودة معنا في المهرجان في هذا الجوق المغاربي اللي افتتحنا به عدة مرات. المهرجان الثقافي الأندلسي بالجزائر كذلك افتتحنا به سنتين على التوالي مهرجان أندلسيات البيضاء في كازا، كذلك تم عرضه لسنتين في تونس. هذا هو. شكرا لك سي محمود، يعطيك صحة اللي كنت موجود بحذينا، نتلاقاو إن شاء الله مرات أخرين إن شاء الله كل ما يكون عندكم جديد حتى في إطار المعرض. شكرا لك. باش نمشيو توا زميلي وديع برحومة موجود في شارع حبيب بورقيبة، وكما قلنا من البداية باش نحكيو على اليوم الترويجي لمهرجان القصور الصحراوية بتطاوين، نظرا أكيد لأهمية المهرجان هذا. المهرجان باش يكون من 21 ل 24 مارس، ودائما فما العديد من البرنامج الثري يكون في إطار المهرجان. على كل حال إذا كان حاضر ودي يعني نمشيو لشارع حبيب بورقيبة، مالا نمشيو الآن مع بعضنا النغم هذا، مواصلين من بعد مع ضيوفنا. يا بعض غير ميلا يا 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 يا
بالهوى كانت بالهوى ميلة عميلي. أي آخر مرة بجيبكم معي. هاي من قلة المطربين ما عم يتحمسوا الشباب. قالوا كانت بالهوى كانت بالهوى ميلة عميلي وعاد ميلت لك ع غير ميلان. كنتش للحما طار بحزاني. يا 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 ملحم بركات والله وحرام وقصوا عليها الاغنيه. ما مواصلين باش نمشيو الوديع في شارع حبيب بورقيبه باش نحكيو كما قلنا على اليوم الترويجي لمهرجان القصور الصحراويه بتطاوين. وديع اذا كان تسمع فيها الكلمه ليك تفضل. شكرا لك يسر. اذا يوم ترويجي للدوره 39 لمهرجان القصور الصحراويه، موعد سنوي طبعا، اقل من 3 اسابيع لانطلاق هذه الدوره، فرصه في عطله الربيع لتحول التوانسة كل مدينه تطاوين ومواكبه هذه الدوره. ايضا بالنسبه للجاليه التونسيه المقيمه في المهجر واللي تبرمج العوده نتاعها في الفتره هذه بالامكان الاستمتاع بجمال الصحراء التونسيه بتنوع فقرات الدوره 39 لمهرجان القصور الصحراويه. معنا سي علي بوخشيم، مرحبا بك منسق عام الدورة. مرحبا سيد علي. شكرا لإذاعة التلفزيون الوطنية. إذا اليوم يوم ترويجي، هذه يعني عادة جديدة، أصبحت المهرجانات الصحراوية تنزل للعاصمة للترويج لهذا المنتوج. فعلا اليوم يوم ترويجي، نقلنا من الجنوب إلى تونس العاصمة للتعريف بتراث ولاية تطاوين ومخزونها التراثي من قصور وقرى بربرية وفن وشعر وفروسية إلى غير ذلك من الفقرات. شو يميز هذه الدورة السنة؟ السنة هذه الدورة متميزة، فيها عديد الفقرات، فيها مشاركات من دول المغرب العربي، من ليبيا ومن الجزائر في الفروسية باش يشاركوا معنا، فيها سهرة كبرى للشاعر الفصيح، فيها سهرة بالزهرة، سهرة ألف ليلة وليلة، فيها سهرة للموقف، فيها جولة بالمناطيد فوق. يعني المهرجان يحافظ على فقراته القارة النجم. بالطبيعة يحافظ، ولكن عنده تجديد، تم تحليق بالمناطيد فوق مدينة تطاوين، إلى جانب عديد السهرات الفنية اللي تشمل عديد المعتمديات بالجنوب التونسي. اليوم الترويجي باش ينطلق بعد قليل، شنو حضرته هو نماذج صغيرة أعتقد من فقرات المهرجان. حضرنا بعض اللوحات الصغيرة اللي توحي من المهرجان كصناعات تقليدية، كالعرس التقليدي، الجحفة، العراسة، إلى جانب مناه شعراء. حبينا اخواننا في العاصمه يطلعوا على تراث الجنوب اللي هو مخزون كبير في الجنوب. نعم، الشعر كالعاده حاضر في هذه الدوره استاذ وائل. اعتقد يعني الشعر الشعبي ما يغيبش على مهرجان القصور الصحراويه. الشعر الشعبي ما يغيبش على مهرجان القصور، سهره ألف ليله وليله بقصر الزهره وهي سهره كبرى، ثم السهره الحدث اللي هي السهره الكبرى للموقف والشعر الشعبي اللي كانت تسمى قديما بسهره الوطن العربي، يشد اليه الرحال من كل من جميع أنحاء الجمهورية، وهي سهرة تستقطب أكثر من 15,000 متفرج، وخاصة في الدورة هذه اللي باش يشرف عليها السيد وزير الشؤون الثقافية، وأكيد أنها باش تكون السهرة الحدث بحول الله. نسمع طالع قصيدة لتقريب الصورة من السادة المشاهد. تطاوين اليوم عرسك يا تطاوين، بقصورك يا أرض الجود، شاد صيتك من وين الوين وفرسانك شجعان وسيود. اليوم عيدك يا قصر العز، يا كنز جدادي اللي فات،
يا ثابت في سنين الكز، يا شامخ فوق الرايات، نصبوها بيوتك في القمة بسواعد أولاد ورغمة، أهل الجود وأهل الهمة، فزاع نهار البارود، تطاوين اليوم أعياد، مهرجان وفراحة كبيرة، زاد المولى عليها جاد بخيراته وامطار غزيرة، يا مبهى القصر وميعادة ومبهاها أيام الورادة، ويا مبهى الطبل الينادي يفزع من في النوب رقود، محلاها اللبس البدوية حولي وبرنوس ومقرون، وفوطة وحزام وكتفية يواتوها خدود بوقرعون، من يبدو النخاخ ينخو من يبدو النخاخ ينخو، وأولاد على الخيل يلزوا، يشوش عقلي وخلوقي يفزوا، للصحراء والأرض رجود، يا مبهى القصر وميعادة ومبهاها، يا مبهى القصر وميعادة ومبهاها عادات أجدادي، عمارين في جوج بلادي، اليوم عرسك يا طاطاوين، بقصورك يا أرض الجود، شاد صيتك من وين الوين، وفرسانك شجعان وسيود. أحلى دعوة أعتقد لي هذا اليوم الترويجي لمهرجان القصور الصحراوية في دورته 39، هل تنذكروا بالموعد؟ موعد يوم 23 في السوق الأسبوعي بتطاوين. نعم. وسهرة كما قلت سهرة مغرية، والمهرجان وقتاش يبدا؟ وقتاش؟ لو 20 المهرجان يبدا لو 21، وسهر الزهرة يوم 22، والسهرة الكبرى للموقف الشعبي وهي سهرة الكبر بحق، وسميت قديما من المرحوم نجيب الخطاب سهرة الوطن العربي، وإن شاء الله نحافظ على طبعها وتكون سهرة في المتنوع وفي 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 قصر السلطان سهرة الصوت. عفوا قصر الدباب هي سهرة الصوت، أكيد فيها عديد النغمات الجديدة والشبابية، وهذه سهرة هي الأخرى أيضا مغرية، لأن الفضاء فضاء رحب، والإعداد والاستعداد على قدم وساق، وبحوله باش تكون سهرة يعني ملتفتة للنظر. أجواء مغرية الحقيقة لمواكبة الدورة 39 بالنسبة للتوانسة في الداخل وفي الخارج، هذا يعتقد زي تقليدي تطاوين يعني. أي تعرف علي سماوي من ولاية تطاوين، جيت اليوم باش نعملوا نتاع المهرجان نتاع التقليد نتاعنا. عديد اللوحات الفولكلورية مجموعة باش تأثر هذا اليوم الترويجي، شكون مسؤول على المجموعة؟ مرحبا بك، أنت تعرف على المجموعة نتاعك؟ مجموعة تطاوين منطقة الزهرة بتطاوين للباس الزي التقليدي. ما فرقة تعملوا عائلة معناها من البداية عبى على جد متعلمين اللبس هذه أولادنا وإحنا وكل شيء، ونجوف في كل مناسبة في كل مهرجان نمثلوا تطاوين في كل مهرجان. هذه نموذج من الأجواء اللي يعيشها قلب العاصمة لهذا اليوم الترويجي لمهرجان القصور الصحراوية بتطاوين، لينطلق يوم 21 مارس أي في عطلة مارس، فرصة كبيرة بالنسبة للعائلات التونسية في الداخل والخارج لمواكبة هذه الدورة. الخط عندك يسر، تفضل. شكرا لك وديع، محلاها الأجواء هذه، وتشرهنا هكا باش نمشيو لتطاوين ونتبعوا المهرجان، ودعوة نوجهها لكل توينسا، وكما قلت يمكن كذلك الجاليتنا خارج حدود أرض الوطن اللي هكا يكون المدة هذه والمدة اللي جاي في تونس ينجم يمشي تطاوين ويواكب المهرجان العريق، مهرجان تطاوين دورة 39. مواصلين وبحضرنا ضيف آخر حبيت نرحب به، نرحب سي توفيق العلوي. مرحبا بك سي توفيق. سي توفيق كاتب وكذلك مدير عام معهد تونس للترجمة، مرحبا بك. وبيك مرحبا. احنا اليوم جينا حتى نحتفل وحتى نحكي ونحتفل بالكتاب هذا وحتى نتحدث عليه أكثر، سعادة خاصة جدا، هذا هو الكتاب. هذا الكتاب اللي يحتوي على مجموعة من القصص باش نحكيوا عليه أكثر. خلينا ننطلقوا من الاختيار، من الموضوع، شنو القضايا اللي وقع طرحها في هذا الكتاب من خلال المجموعة من القصص هذه. نعم، شكرا على الدعوة. الحقيقة العنوان كما يقول جيال، اي خلي والعنوان كذلك. نعم. يجلب الانتباه، سعادة خاصة جدا، علاش نعم. هذا الاختيار؟ نعم، العنوان كما يقول جيرار جنيت هو شكل من أشكال العتبات التي ندخل بها النص الأصلي، ندخل بها القصة. فسعادة خاصة جدا يعبر هذا العنوان عن البحث عن لحظات سعادة عند الإنسان في مشاهده اليومية وفي متاعبه اليومية، فلا أتحدث عن سعادة عامة. هي بطبعها السعادة تكون لمدة لحظات، ولكن هي سعادة خاصة جدا نجدها في أشياء قد لا نتفطن إليها. ثم السعادة خاصة جدا لأن الكاتبة يشعر
لحظات سعادة خاصة جدا وهو يكتب، وأفترض أن يكون ذلك عند القارئ إذا أعجبه النص، ولهذا عنونت هذه المجموعة بسعادة خاصة جدا، خصوصا أن ما يبدو لك سعيدا أو ما يسعدك قد يحزن الآخر، ولهذا لم تكن جميع القصص معبرة عن سعادة من زاويتك أنت، بل يمكن أن تشعر أنت بضرب من الحزن إلا أن ذاك الحزن يسعد الآخر، فالمسألة مسألة نسبية. أي يمكن حتى نتعمق أكثر في الكتاب، لازمنا نتحدث شوية على الأسلوب المعتمد، الأسلوب بين الهزلي والجد، كيفاش لماذا اعتمدت هذا الأسلوب وشنو الغاية بالأخص في من خلال طرح القضايا، معناتها هذا الأسلوب يعاون في طرح القضايا اللي تطرقت لها؟ نعم، شكرا على هذا السؤال الوجيه. في الحقيقة أنا لم أختر أن أكتب بهذه الطريقة، إنما أنا أكتب كما أنا، فتكويني وأنا متأثر بالجاحظ في كتاب البخاري أساسا، وأنا تلميذ علي الدعاجي والبشير خريف، وأنا تلميذ كذلك يعني الأخصائيين في القصة منهم جي دو موباسون وتشيكوف وتولستوي وغيرهم، فإذا أنا أكتب بثقافتي وبحياتي اليومية التي عشتها، ولذلك أسلوبي هو هزل مخلوط بالجد وجد مخلوط بالهزل، لأن حياتنا اليومية تفترض ذلك، ونرى حتى في بعض المآتم أكثر الليالي ضحكا هي التي تكون بعد المآتم، فهذه تعبر عن ثقافة شعبية وعن ثقافة تونسية، تنسيب الأمور في الهزل وتنسيب الأمور في الجد. يمكن كذلك نسأل على مدى الواقعية في كتاباتك، يعني مدى المواضيع اللي وقع طرحها مدى قربها منا، قربها من المواطن التونسي. نعم نعم، فعلا مفهوم الواقعية مفهوم أساسي. الواقعية أنا كتبت بمعنى الواقعية في الأدب، أي يعني الأحداث التي وقعت أو ما يمكن أن يقع، بحيث ليس هناك في هذه المجموعة قصص خيالية تقريبا إلا واحدة، إنما البقية مستمدة إنما هي أحداث وقعت فعلا أو أحداث يمكن أن يصدقها الناس لأنها قريبة من الواقع، خصوصا أنها تبحث في مواضيع تهم الشأن العام، منها الفقر والجهل والحياة النفسية والمشاهد اليومية المسعدة والمؤلمة، ولهذا فكتابتي ليست رمزية بمعنى التجريد، إنما هي كتابة واقعية حتى في الأسلوب، كما ذكر لي بعض النقاد إنما الأسلوب هو أسلوب سهل، هي عربية فصحى سهلة، وحتى الحوار أقمته على خطاب يمكن أن تقرأه بالدارجة ويمكن أن تقرأه بالفصحى، لأن الحوار يجب أن يعبر عن الناس، لا يمكن أن نتخيل شخصا لا يعرف العربية وهو ينطق بالعربية الفصحى، هذا كذلك شكل آخر من الواقعية في مستوى الأسلوب. يعني في كتاباتك فما مربوط بزمن معين ولا؟ في الحقيقة الزمن هو امتد على عقود أو إلى عقود، يعني ثم أحداث من ذكر الصبا، من تذكر الصبا والطفولة والشباب إلى غير ذلك، وثم أحداث اهتممتها بعيد الثورة، يعني فهو إذن يمكن أقول هذه الأحداث امتدت من السبعينات إلى اليوم، لأني أهتم بالشأن العام سواء الشأن السياسي أو الشأن الاجتماعي، وخصوصا الحياة النفسية المرتبطة بالسعادة. اي تو نشوف من خلال اختيارك حتى للعناوين القصص عندك شوق إلى القطار، نعم، العجيبة الثامنة، نعم، الراديو، نعم، شنو آخر، الحبر الأزرق، نعم، يعني زوج وزوجة، يعني قضايا اجتماعية لنعيشها. نعم. إذا قضايا اجتماعية سياسية، ولا شك أنك لاحظت أن العناوين قصيرة جدا، وهذا أمر مقصود، لأنه لا يمكن أن يكشف العنوان عن محتوى القصة، إذا كشف العنوان عن محتوى القصة انعدم التشويق، ولذلك كانت العناوين قصيرة وعامة، زوج وزوجة، شوق القطار، شوق القطار تحمل قضايا أساسية، كيف كيف زوج وزوجة وبقية القصص، فالعناوين هذه العتبات يجب على المبدع أن يحتاط جيدا في اختيارها، لأنك إذا كشفت عن القصة من خلال العنوان انعدم التشويق وقل. وشو الرابط بين القصة والأخرى؟ فما رابط معين ولا كل قصة؟ لا، في الحقيقة الرابط هو حياة الناس ومشاغل الناس
وهموم الناس وسعادة الناس. يعني ولهذا أفترض أن كل من يقرأ هذه المجموعة سيجد نفسه في هذه المجموعة إن بصفة قليلة أو بصفة كبيرة، لأني كما قلت أهتم بشأن أساسي، والسعادة تعرفين هي كما يقول الفلاسفة منتهى الغاية. وقبل هذا كتبت كتاب النحو والسعادة، يعني موضوع علمي النحو والسعادة، وربطت بصفة علمية ثقافية أنثروبولوجية بين النحو والسعادة. ولهذا أنا أهتم كجامعي، لا أهتم فقط بالقضايا الأكاديمية، إنما أهتم كذلك بقضايا الناس. سي توفيق، أنت كيفاش تراه دور الكاتب الآن، دور المثقف في تونس في حاليا في وقتنا الحالي، دوره توعوي تثقيفي شنو بالضبط؟ نعم، هو في الحقيقة الكاتب يكتب أولا لأنه أراد أن يكون كاتبا، أو اضطر أن يكون كاتبا، يعني مبدع بدرجة أولى. نعم. إبداع بدرجة، الإبداع بصفة عامة صحيح. والمبدع يمكن أن يكشف الواقع بطريقته، لأن الفرق بين الإبداع والكتابة العادية هو فرق يعني بسيط جدا، يجب أن يحتاط المبدع عندما يكتب وألا ينزلق إلى كشف حقائق بصفة مبتذلة. ولهذا الأسلوب يمكن أن يؤثر في الناس، ويمكن أن يهذب ذوقهم، ويمكن أن يعيد لهم الاعتبار في قيمة الأدب، أن الأدب وأن العلوم الإنسانية بصفة عامة هي مسائل هامة يمكن أن تؤثر في حياتنا. ويمكن حتى يرجع لقراءة الكتاب، لأنه الآن بعدنا معناتها الوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى خلت الكتاب يمكن أقل، ولو أنه فما الآن رجوع شوية، يمكن فما ناس رجعوا، لأنه أهمية وقيمة الكتاب ماهيش باش أكيد يعني تبقى هامة أكيد. لكن معناتها واحد بشوي بشوي لازم يرجع، حتى في الجيل الحالي معناتها الجيل اللي جاي كذلك، يمكن لازم واحد يرجع للكتاب في حد ذاته، ما يستسهلش الأمور أحيانا. نعم، في الحقيقة ولهذا كما قلتي القصة لقيت صدى هذه الأيام أو هذه السنوات، لأنها تنسجم مع نفسية الناس الذين يودون أن يقرأوا إلا الأشياء القصيرة، مقال صحفي قصير، قصة إلى غير ذلك. وهذا بطبيعة الحال ناتج كما تفضلتي بالثقافة الرقمية، الفيسبوك إلى غير ذلك، الذي يعني أبعد الناس شيئا ما عن القراءة. وعلى ذكر الفيسبوك، هي أولى القصص كتبت على الفيسبوك في رمضان، وأعجبت القراء، ووجدت تفاعلا كبيرا بما جعل الفكرة تنضج أكثر وتثمر هذه المجموعة. شكرا لك سي توفيق. الكتاب هو أمامكم سعادة خاصة جدا، تنجموا تطلعوا عليه، وكما قال لكم سي توفيق موش طويل برشا، معناتها ينجم يكون يرافقكم هكا في في نهار اثنين تكملوا معناتها حتى أقل. نعم، هذا هو. شكرا لك توفيق، عاش كان عندك إضافة تفضل. نعم، الإضافة أنني كتبت قبل هذا روايتين، تعويذة العيفة ثم ترنيمة مريم، وهذه أول مجموعة قصصية. وإذا في الحقيقة كل المواضيع متقاربة، إنما الأسلوب هو الذي يؤثر وهو الذي يترك البصمة للمبدع. شكرا لك سي توفيق، يعطيك الصحة. مواصلين توا مع فقرة مصورة والصناعات التقليدية، لقاء مع حرفية، بعد مدام رجال عايدي باش تكون بحذانا، ونواصلوا في استقبال ضيوفنا. عائشة ترابلسي، مصممة مجوهرات في الصناعات التقليدية. حاليا توا عندي المحل متاعي في المرسى، وفي بيان سور نعرض تو سكي لي كرياسيون دو بيجو تونيزيان انسبيري من الصناعات التقليدية متاعنا. بابا يرحمه علي ناصف ترابلسي، سيتي ان ارتيست بوليفالون اللي مختص كان في الكاليغرافي، في الخط العربي، في الديكور، في المنسوجات الحائطية، يعني هكا كان يمس برشا حاجات. ملي انا صغيرة معناتها نقف نقعد على ركيب وهو يبدا يصور، قاعد في الفرش متكي يبدا يصور، ورنا بحذاه، دونك شفت برشا بعيني، شفت برشا حاجات مزيانين،
واوتوماتيكمون واحد كيتشبع بالحاجات المزيانه والحاجات اللي نتاعنا نحنا ما ينجم يكون كان بعديك هو بطبيعته يتولد مغروم. عملت بوزار ايكول دي بوزار ديزاين، عملت سبيسياليتي تصميم صناعي. دونك انا تجم تقول توا اللي نخدم فيه هو في اون بلان، معناها في قلب الاختصاص اللي انا عملته. انا كي نحب عبد يشوف البسيكارات نتاعي يقول حاجه كلاس، حاجه مثخمه، حاجه تونسيه ومثخمه. تعطي البلوس كي تلبسها تقول يا محلاها، كي تلبسها تقول مهرب بلغتنا نحن. انا ياسر مغرومه بالاحجار الطبيعيه، نخدم ياسر معناها توسكي دي بيغ ناتوريل وندخل عليهم الفضه ولي بيغ هذوكم، ندخل عليهم الرموز نتاعنا التقليديين كسوا انسبيري من الدبش كسوا انسبيري من الحليل بربر ولا التوانسه، نبحث في التراث كتسو حتى ملي لي ديسام تاع الزرابي نتاعنا ولا الوشم كلهم، اي حاجه عندها علاقه بالتراث التونسي نبحث فيها. هذا باغ اكزومبل المخدوم بالجوهر، وانا الجوهر نخيط ديما نضيف عليه الكريستال باش يعطي اللقه وميم طون يلقط حاجه كلاس. هذه خدمه معناها تونسيه بحته. دونك لهنا انا ا ميلانج انتر تراديسيون اي مودرنيتي. هذه تجم تلبسوا المراه في مناسبه في عرس، وميم طون كيما قلت لك الى تير وميم طون يقعد كلاس. ديما ماذا بيا نخدم دي سيري ليميتي ولا حتى دي بيس يونيك باش ديما انا ما نقلقش، ديما نخلق الجديد ولو كليون كي يشري حاجه يشري حاجه يلبسها وحده. هذايا لي باروف نتاعنا الشيشخان تونسيين، انا خدمتهم بطريقه اخرى بحجاره اسمها لابرادوريت، وضفيت عليهم التوش نتاعنا التونسيه اللي هي القربيطه والدمعه. تولي حاجة نجم نلبسوها أكثر بتاع كل يوم، خاطر لي باروخ الشيشخان نتاعنا كمام حاجة نتاع مناسبة نتاع روسيت. هذا لي هذا ينجم يلبسك معناها بوغ تو لي جور. نجيو باغ إكزومبل الشين هذايا انسبيري من الريحانة، ريحانة جويدة باش نوعو. انا لي زارتيزون نتعامل معاهم بمثابة عائلتي الثانية، معناها نعدي معاهم برشا وقت وكما قلت لك نخدموا بعضنا، نعطيهم هما شنو باش يخدموا لي، وانا اون فوا ناخذ القطعة من عندهم في لاتولي نتاعي نمشي معناها نزيد انا شنو باش نطفي عليها. لهنا فين تظهر الخدمة نتاع الحرفي، كيفاش معناتها اونديغي بيتال حقانية طبيعية. انا صورت وعطيته الموديل باش يخدم لي، اما زيد هو كيفاش خرج لي لا تيكستور اللي انا نلوج عليها نقول له يعطي الصحة. قطعة مخدومة بزوز أنواع متاع حجارة اللي هي هذية سيسون دي بيغ داغات، وهذية اسمها جاسب. وبيان سور باش نزيدو التوش متاعنا التونسية نخدمتو بالفيليغران. لهنا يساجي دا موديل اللي تجب تلبسو المرأة في خدمة في الصباح ولا عشوية وإلا حتى مناسبة. موديل لي كولور متاعو يسون فاسيل أبوغتي، تجب تلبسو مع برشا لبسات وميم طون نقعدوا في المودرن تراديسيونيل. هذا جوهر مصفور باش نجمو نوبتيان لا فورم دو توب هذايا، وفي الوسط فما معناها هذايا ان كاليغرافي ان فيليغران. وتعرف من الخمسه تاعنا هكا نقعدوا في توسكي، خاطر الجوهر ديما حاجه مسخمه حاجه كلاس ونضيفوا عليها الحاجه نتاعنا الخمسه التونسيه. هذايا كي تشوفوا انت هكا تقول حاجه مودرن، اوركو هو فيه توش كبيره تونسيه اللي هي المحبوب نتاعنا. دونك هذه المحبوبه معناها ملويه، وهبطين منها 3 بيير اللي هما عندنا لوي دو تيكر، عندنا اون بيير دو جاسب، وهذه اون بيير داغات. احنا قبل عندنا لا مونتاليتي تاع المقياس حاجه فرده كبيره تش تلبسها كيف المناسبات، الوغ كو هذا لي حاجه فين وصغيره اللي تنجم تلبسك كسوا مناسبه ولا الايام العاديه. كي دخلت في الميدان قلت علاش لي من جو مانسبير با من خدمته. دونك خديت لي سامبول، هو كان عنده فما اون كاليغرافي نسميها كاليغرافي ابستريت، خاطر فيها حروف واشكال وحاجات مش مفهومه. دونك خديت الحروف الاشكال هذيك عملت بها انا زيد اضفيت عليها التوش نتاعي، عملت بها اون نوفيل كونسيبسيون. وكل مره نعمل حاجه مرات بلالت لهنا باغ اكزومبل سي ان كولي غادوكو فيه الفورم ريكتانغولير، وهذا سي اون بيير دو كوارتز او ميليو.
لهنا باغ اكزومبل نلقاو فورم الدمعه اون كاليغرافيا ابستريت وحتى راه ركيت باغ اكزومبل بين الكولي والبلالط والكولي الاخر ما تلقاش الميم سامبل ديما جيسي باش نوع ونجدد وهذا باغ اكزومبل مخدوم باحجار اسمهم شوفو دو فينوس وبتونسي هي جمعيه عاونت مش عاونتني كان انا عاونت برشا لي ارتيزون الكل خاطر عرفت ياسر بالمنتوج التونسي وحبت التوانسه في المنتوج التونسي ولاو يقبلوا عليه اكثر من العاده بتونسي عاون ياسر معناها عاوننا والتوانسه ولاو ياسر مغرومين وليت ان كلكو سورت ما نحبش نقولها الكلمه مي سي لا توندونس بتونسي سي سي وليت حاجه بالغرام ولا التونسي كي يقبل باش يشري القطعه يقول لك خاطرها معموله في تونس خاطرها بايدي تونسيه ولا يعتز اي ولا كي حتى كي كونت يل فو اوفرير اي كونت يل فو اوفرير ماذا بي يشري حاجه تيبيكمون تونسيه باش يعرف منتوج بلادو هذه كانت عايشه الطرابلسي مبتكره في الحلي وقبل هذا نرحب مدام رجاء العايدي مرحبا بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا كذلك سهيل الفيتوري حرفي مرحبا بك مرحبا عايشك عايشك دونك احنا كنا نشوفوا في الروبورتاج خلينا نبتوا شويه دونك عايشه في الحلي التقليدي وماخذه كذلك على بوها شويه الصنعه ويظهر لي حتى سهيل كيف على الوالد خذاها احنا نبداو فرحانين برشا للحرف في كي مروا للحرفه نتاعهم وزاد الشباب كي ياخذوا المشعل على الوالدين كيما سي سهيل خذا المشعل على سي طيب الفيتوري اللي هو معلم في صنعه البلغه شفنا عايشه طرابلسي توا في الفي تي ار زاد كيف اللي هي بنت سي علي طرابلسي مرحوم سي علي طرابلسي اللي حتى جماعه التلفزه يعرفوه وهو هو كان يقدم روحه هو فنان وحرفي كان يخدم برشا بالكاليغرافي كان له تكوين دايوغ في العراق وكان معروف ودوك مرر الصنعه نتاع ولاده الكل في الفن ولد عمر في الديكور زاد كيف عايشه قالت لي انا ترعرعت وكنت نبدا قاعده على الركاب والدي كي كان طفله هو مازال في حياته دونك قالت لي عدالي الحب الصنعه عدالي الفن نتاعو ودايوغ تخدم برشا على الكاليغرافي انه الوالد نتاعها تتزرع فيهم حاجات من الصغرى معناتها فما حاجات كيما نقولوا احنا نرضوا في الحليب الجوده والخدمه المتقونه ونشوفوا الخدمه نتاعها المتقونه نحييها دايوغ على الاعمال نتاعها عايشه هي باغمي لي جون ديزاينر الكل واحنا في المساحه نتاعنا نستدعيو ونقولوا مفتوحه بور تو لي تالون اللي عنده حرفه ولا عنده رغبه باش يعرف بالديزاين نتاعو بالحرفه نتاعو الاصيله خاطر بلاش التناسق والانسجام بين لو ديزاينر والحرفي راه ما ثماش تطوير للقطاع وتطوير للحرفه وللمهنه والمحافظه على المهارات الحرفيه. باهي احنا اليوم باش نعملوا الجوله نتاعنا كالعاده شو باش تهزنا اليوم؟ انا سهلت عليا عايشه خاطر حكيت على بيتونسي انا باش في البدايه نحب نحكي على بيتونسي، بيتونسي يظهر لي ولا مجموعه معروفه تم بعثها عند عامين براتيكمون هي مجموعه تنشط وتعرف للتعريف بالصناعات التقليديه وترويج منتوج وكما قالت حبت الناس ثم عوده ثم رغبه جديده باش الناس يستهلكوا المنتوج التقليدي بما ان بتونسي اللي هو سيتي ان كوليكتيف وبو دو زون ولاو 75,000 حير مومبر وهذا جروب فيرمي دونك توا حديثا والبارح كان الحدث انه تم بعث جمعيه بتونسي الخرجه نتاعها الاولانيه الجمعيه معناتها توا ولات جمعيه الامور واضحه طبعا بكل امور واضحه سي بوسيبل دادي غير الجمعيه ثم بليزيوغ فورمول وهنا نحب بالمناسبه الخرجه نتاعنا سيتي البارح العشيه كما تشوفني انا لابسه الماريو الفضيله ماريو الفضيله متعودين به انه يكون في زوز الوان هذه بالتنسيق مع اذا ماريو الفضيله مودرن هذه سميناه بلاك بريفيليج البارح في اطار عشويه صغيره اللي فتحنا فيها لي زاديزيون بوغ جمعيه بتونسي اعطينا فرصه للناس انهم يطلعوا على هذه لو اون اديسيون ليميتي كريي بار لي زابي نتاع جمعيه بتونسي بالتنسيق مع لو بروديكتور كي ديتيان ماريو الفضيله
ومره اخرى نقول للناس اللي يحبوا يشيو المريول هذايا خاطر لا يو ان سوكسي جو فو دي با بتونسي باش يعلم انه باش يكون بيعه زاد في نقاط اخرى. وحاجه هامه راهو كل لي غوسيت اللي باش يدخلوا في اطار لي زاديزون ولا البيع نتاع المريول هذايا الكل راهو سي بور دي زوفر اي بور دي بروجي. امبارح حكينا على بعض لي بروجي بما ان انا بنفسي جو سوي في الجمعيه هذه حكينا الكل راهو باش تمشي لفائده مشاريع لفائده القطاع ولفائدة الصناعات التقليدية. في نفس الإطار روتاري كلوب زادا باش نقول اللي راهو المجتمع المدني ينشط برشا. ثم روتاري كلوب اليوم عنده حدث في لاكروبوليوم دو كارتاج والفايدة نتاعو البينيفيس نتاعو باش يكون بو رينوفي اون ايكول ليكول موجودة في سيدي صالح. خلينا نمشيو توا لسهيل ضيفنا و رحبوا بيه بالطبيعه رحبوا بيه مره اخرى وجاب لنا نماذج من الاعمال نتاعو دونك معناتها الاصل الاصيل هي البلغه التقليديه اللي انت تطورت فيها وعملت فيها اشكال مختلفه ونوعت فيها في الشكل وفي الالوان وبالضبط انت ماذا بيك تحكي لي اكثر على خدمتك وين الطابع الاصل معناتها نتاعك انت سهيل. الحقيقه في البلغه بتاعنا فيها برشا انواع تطوابع لكن البلغه الاكثر اللي هي خاصه بتونس العاصمه بالمدينه بتاعنا بالحيره في البلغاجي كما ريت فما برشا اشكال فيهم الريحيه اللي خاصه اللي هي تسمى ريحيه الصفرة هذه منها صفرة كركمية ذيك تسمى ريحيه هذه تسمى الريحيه اي تتلبس في داخل الجامع او في الدار كيف كيف تنجم تتلبس ماهيش تشارة معناتها ماهيش تشارة في الدار معناتها المكون بتاعها انه ماهيش معناتها ماهيش مبطنه معناتها نقولوا نحن في الصنعه بتاعنا اذا تبطنت وتعملت بالسمال في الكوير تولي تخرج للشارع اي نعم. عندنا زاد الكونترا اللي هي المعروفه اللي هي الفستقي الاخضر الفستقي هذيك الكونترا بتاعنا تلمشي خاطر المناسبات كل يوم تخرج بها واللي يلبس الجبه يظل يلبس تقليدي اكيد هذيك تابع الجبه تاعنا العربي اكيد اما يمكن الكولور هو اللي يتبدل كانت قبل في لون واحد في ليكرو ولا اون بلون ثم مارون كانت والله هي هي الكونترا اصل تاعها معناتها الناتشورال اللي هو الجلد الطبيعي هو ومن بعد جات تختلف ولات لبستها على حسب لباس الجبه تاعنا العربي يعني كل لون عندها لون الكونترا اللي تتلبس عليها. دايما في الاطار هذا الديوان في الفتره الاخيره اصدر كتاب الجبه واسرارها فيها بارتي كامله على البلغه. كل واحده الانواع نتاعها الاصل نتاعها وكل واحده المناسبه اللي تلبسها كيفاش كي تلبس كيقول لك الجبه واسرارها يعطيك ضوابط لبسه معناتها باش كي تلبس لبسه تقليديه تلبسها على قاعده كيما على قاعده كيما لازمها تتلبس اكزاكتومون بالضوابط نتاعها فوالا خليك في الكلمه. اما بعد تطورت برشا هذه ما عادش تظهر لي بلغه هنا الحق لا هذاك بشمق شنو هو؟ بشمق اسمه البشمق المطرز تريزا امازيغية دونك في الفورم هذه قعدت شويه اي ديما فما عندنا اللسان بتاعها نسميه فما اللي لسان بقرة فما اللي باللارا يسميها معناتها اشكال هي وانواع فيها في البلغه بتاعنا لكن بالاكيد هذيك معناتها مطرزه تريزا حريه اي وين تستعمل التريزا في الاسواق ولا تمشي للجنوب لا هما نساء خدمتهم في الديار يطرزوا التريزا العربي في تونس في العاصمه في تونس وفي الجنوب تاعنا زاد الحقيقه اي واخد الجنوب يظل الكونترا نتاعهم زاد تختلف على الكونترا في العفاس اي العفاس الجنوب عندهم عفاس نمرازقه معروفه برشا في كل جهه فما معناتها هي كل جهه وعندها البلغه بتاعها البلغه المهدويه حمراء تكون ايوه البلغه تاع الجنوب اللي هي العفاس معروفه زاده ما جبتش منها اليوم اما معروفه البلغه العفاس بتاعهم كيما عندنا الريحيه تاع المدينه تاع تونس العاصمه هي اللي تتلبس كيما عندنا الكونترا اللي تابعه الجبه بتاعنا كيما عندنا كيف كيف البلغه بالقلبه تتسمى الخيار اللي هي من اقدم انواع الصفرة هذيك زاد هذيك البلغه بالبشمار بتاعنا التونسي كيما يتبشمر الجبه العربي كيما تتبشمر البلغه العربي شنو هو البشمار فسر لنا عاد باش نفهموا خاطر توا هذه مصطلحات ما مش كل يعرفوا في الصناعه بتاعنا صحيح هي بتاع ناس البشمار هو تصنيعي هو هي ظفره تتعمل خياطه باليد
ماهيش ارتيفيسيال والا معناتها تعمل باليد، تعمل الظفره وتتخيط في الجلد باش تزين الحرج بتاع البلغه. يسر وسي سهيل، احنا الفتره الاخيره قاعدين نركزوا على الجوده وما ادراك ما الجوده. نعرف تو كيما سي سهيل هو مرتكز الاتولي نتاعو في اسواق مدينه تونس، ونعرفوا في بعض كثير من الاسواق في بعض الاحيان وهذا واقع ديما نعاودوا نحكيوا عليه ونركزوا عليه، اللي ثم لا كونترفاسون، اللي ثم تو المنتوج اللي فيه يغالط شويه الحريف، شنو نجموا نقولوا؟ شنو هما لي كونسي؟ معناتها كيفاش نجموا نوجهوا الحريف باش كي باش يميز بين الاصلي، اي سورتو حكايه لو لابيل. حكايه تو انتم كيما انتم عندكم اللابيل نتاعكم، خاطر تو ثم نشطاء في المدينه نتاعنا نذكر منهم ليلى بن قاسم خاصه النشطاء اللي بالحق يلوجوا انه كيفاش تكون الصنعه بتاعنا معناتها في احسن مظهر، والكلام اللي يتقال عليها يكون صحيح ما يكونش مغالط، خاطر اسواقنا تعبات بالانواع اللي هي اقل قيمه، اقل جوده، واقل جوده، وهذاك اللي ماخو اكثر مساحه في الاسواق بتاعنا، ولكن البعض قاعد يحاول انه يشد صحيح في الـ في الـ في الـ في الكيفيه تاع الحرفيين تحكي صناعيه الحرفيين اي فما البعض منهم اللي مازال شاد صحيح يحب يخدم خدمه معناتها ممتازه ونوعيه رفيعه تتسمى. اي تو عند في كلمتين شوما المراحل هكا بشوي باش نعرفوا، خاطر تو كي نقولوا بلغه اصلانيه بالجلد البلغه الاصلانيه هي تنجم تقول عليها قداش ياخذ وقت باش واحد يصنعها؟ شنو المراحل الاوجيه؟ اي مثلا اي عندنا البلغه يا سيدي الصناعي في البلغه ينجم معناتها الصناعي القديم اللي في البلغه يخدم في الجمعه بيعه او بيعتين على اقصى تقدير، خاطر البلغه العربي الزمنيه بتاعنا فيها برشا مراحل، تشد برشا يد، فيها الخياط، فيها خدمه نعال، تمرين النعال، الخياطه تاع حلوق التيج بتاعها تاخذ برشا وقت، هذاك علاش هي تنجم تقول البلغه الممتازه راهي سومها يكون في حقها. اي نجم نقولوا الحريف اللي حتى السعر ينجم يعطي يفرق معناتها البلغه الممتازه من. والله تو في الوقت تو تنجم تتكلف فوق ال 100 دينار. اي كي صباط يا اخي صباط كي بدا جلد باهي اما تقعد خاطر تقعد تشد معناتها مش التكلفه نحن في الصنعه بتاعنا هي الوقت. تشد لك وقت والماده الاوليه المستعمله زاده اكيد كواليتي يكون فيها الجوده اللازمه وجوده ممتازه اكيد. دونك الناس الحريف نقولوا التونسي والجاليه نتاعنا خاطر كي يجيو الارض الوطن ديما يحبوا يشيروا حاجه الحاجات تقليديه ماذا بهم، وكان يعرفوا اللي راهو كي يبدا صار رخيص برشا راهو فما حكايه. اي فوالا كما قال سي سهيل كي تبدا الجوده لا كاليتي ما تطبقش بعضه معناتها الجوده. قاعد تعرض في معارض في تونس والبرا ولا مقتصر على تونس ولا كيفاش؟ والله انا مقتصر في تونس في المدينه، لكن فما نحكيو على ديزاينر اللي قاعدين تو يمسوا برشا البرودوي ارتيزانا تاعنا اللي هي البلغه، وتبارك الله عليهم قاعدين يقدموا، وقاعد انا بيدي نكتشف في حاجات جديده. معناتها انت تشارك من خلالهم هما؟ من خلالهم حتى كان انت مقتصر على خدمتك وقول لك ان هما المبتكرين هذوما كل هما اللي يخرجوا في المنتوج نتاعك كذلك البلغة. انا الحقيقه نؤمن انه كل واحد عنده وظيفته اختصاص وانا نقول اختصاصي البلغه فهمت، وتسويقها عندها ناس هاي نجموا هما الصحة. هو راهو الحيره في خدمته والصنعه نتاعو ما شاء الله. اذا كان نشوف هو الوالد نتاعو سي طيب في توري ولا دونك ديجا من الستينات ومازال يخدم ما شاء الله، مع تقاعد مازال يأطر في الفتره الاخيره أطر كيلكو زاتولي. ربي فضله وربي فضله لك. دونك مصنعيه الكبار في السوق في السوق بلغجيه هكايا. انا نحب نقول اللي بلاش لي ديزاين كيما قال راهو الحرفه تموت، دونك لابد ان يكون فيه تكامل في انسجام تكامل بين الاجيال زاده باش تقعد الحرف. عايشه كي حكيت معاها تقول لي انا راني كان ما عنديش الحرفي نتاعي في الاسواق، عندها هي بنفس ان بول دو حرفيين ما تنجمش هي تعطي وقت راهو حتى في الكرياسيون حتى في الابتكار تلقانا اون ايكيب هذا هو وذي عقليه باهيه. شكرا لك مدام رجاء، يعطيك الصحه سهيل بالتوفيق ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله هكا مزيد من النجاح. ان شاء الله
لو تسمح تو الاستضافه 16 مارس قريب اللي هو يوم الصناعه التقليديه واللباس الوطني. دونك الاكسسوار اللي هي البلغه سي اون اوكازيون باش واحد يقبل عليه شجع الحرفيين لي ديزاينر ويبدا انيق بالبلغه التونسيه وباللباس التقليدي غوفيزيتي كيف كيف والبلغه غوفيزيتي. يعطيكم الصحه ميرسي. مواصلين توا مع روبورتاج نمشيو لالمانيا ولقاء مع طلبه من خلال الفقره هذه اللي من هنا زميلي رضا معيرش.